أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم معنا في أخبار الظهيرة مباشرة على الأولى. هذه أبرز عناوينها. جلالة الملك دعا في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة إلى وضع مخطط خاص بدعم الشباب حامل المشاريع من أجل الحصول على قروض بنكية، كما دعا جلالته إلى دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة في مجال التصدير. اليوم 13 أكتوبر يصادف اليوم الوطني لمحو الأمية بالمساجد. برنامج وطني لمحاربة الأمية يهدف إلى تشجيع الطاقات المبدعة من أجل إعداد مجتمع مغربي متعلم ومنفتح. الدار البيضاء تحتضن للمرة الخامسة الجولة الاستعراضية للدراجات النارية من الحجم الكبير، تظاهرة للتعريف بهذه الهواية وتقام تزامنا مع تظاهرات ممثلة في عدة عواصم عالمية. أهلا بكم. في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من سنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة، دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى وضع مخطط خاص بدعم الشباب المؤهل وحامل المشاريع من أجل الحصول على قروض بنكية لإطلاق مشاريعهم، كما دعا جلالة الملك إلى دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة في مجال التصدير وخاصة نحو إفريقيا والاستفادة من القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. تقرير مهدي محب، حمزة السايح وعبدالهادي سكيوي. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. خطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة، دعا في شقه المتعلق بدعم الشباب الحكومة وبنك المغرب للتنسيق مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب قصد العمل على وضع برنامج خاص بدعم الخريجين الشباب وتمويل المشاريع الصغرى للتشغيل الذاتي، وذلك بهدف تسهيل إدماجهم المهني والاجتماعي. كيف ما عرفنا من الخطاب الملكي أن هناك تسهيلات بالنسبة للقروض الكبرى والقروض الصغرى بما يلي القروض من المؤسسات البنكية، هذا الشيء كيبشر بالخير على الشباب ديالنا. بالنسبة للأبناك خاصهم يمولوا الشباب اللي دايرين المقاولة باش يطوروا المهارات ديالهم ويطوروا القدرات ديالهم باش يدخلوا للسوق ويدير شي حاجه مزيانه. مشجع للشباب، يعني الشباب اللي يلا باغي يبدا في شي مشروع اولا يكون الذات ديالو ولا يدير المقاول الذاتي، اللي يشجعو باش يدخل لسوق الشغل. ويتطلع جلالته إلى أن يقوم هذا المخطط الذي سيحرص على متابعة مختلف مراحله مع الحكومة وكل المنخرطين فيه بتمكين الشباب المؤهل حاملي المشاريع المنتمين لمختلف الفئات الاجتماعية من الحصول على قروض بنكية لإطلاق مشاريعهم وتقديم الدعم لهم لضمان أكبر نسبة من النجاح ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة في مجال التصدير وخاصة نحو إفريقيا والاستفادة من القيمة مضافة للاقتصاد الوطني. دعوة القطاع الخاص بما فيهم الأبناك من أجل الانخراط في مسلسل التنموي الجديد وإتاحة الفرصة أمام الشباب من أجل دعم المقاولات الصغرى والمشاريع المدرة للدخل والتوجه نحو والانفتاح على إفريقيا في إطار التصدير وعدد من المشاريع اللي غتخلق فرص لاندماج هؤلاء الشباب. الخطاب الملكي السامي شدد أيضا على أن يركز هذا المخطط الخاص على تسهيل ولوج عموم المواطنين للخدمات البنكية والاستفادة من فرص الاندماج المهني والاقتصادي خاصة بالنسبة للعاملين في القطاع غير المنظم، كما أشار جلالته إلى أن هذا المخطط لن يحقق أهدافه إلا بالانخراط الإيجابي للمواطنين وتحمل مسؤولياتهم والوفاء بالتزاماتهم بخصوص القروض التي استفادوا منها. يصادف 13 أكتوبر من كل سنة تخليد اليوم الوطني لمحاربة الأمية بالمساجد. برنامج محاربة الأمية بالمساجد يعكس العناية الخاصة التي ما فتئ يوليها جلالة الملك لتطوير العنصر البشري، وقد مكن هذا البرنامج المساجد التي تعد أماكن للعبادة من إبراز مكانتها الريادية في مجال التنوير والتوجيه الديني ومحو الأمية، إلى جانب دورها في بناء مجتمع ديمقراطي حداثي ومنفتح. روبورتاج ويسال إمغري وعدنان الهراس.
برنامج محو الأمية بالمساجد يستفيد منه أشخاص لم يلجوا المدرسة أو انقطعوا عن الدراسة، يتم تأطيرهم من طرف مستشارين ومنسقين تربويين إقليميين ووطنيين، ليتوج هذا التكوين بامتحانات وشواهد في آخر كل سنة دراسية. جهاز تنسيق تربوي الجهوي يسهر على تنفيذ خطط وكذا المشاريع الوزارية للوزارة، ويسهر على تنفيذ خططها، كذلك يقوم بتقويم البرامج والمناهج سنويا بناء على التقارير الواردة عليه، يقوم أيضا بتقويم أداء المكونين اللي تحت الإشراف دياله أثناء إلقائهم للعروض التكوينية، كذلك يعني يتتبع سير البرنامج ميدانيا. يقوم جهاز الاستشارة بتتبع ومواكبة المستشارين من أجل الوقوف على نقاط القوة وتعزيزها وتجاوز نقاط الضعف، والعمل على إيجاد حلول لتجويد العملية التربوية ككل. يسعى برنامج محو الأمية بالمساجد إلى ترسيخ ثوابت الأمة المغربية وتحقيق الغايات المتمثلة في الحفاظ على إرث الأجداد من حيث الفهم العميق لأصول الدين وتاريخ الوطن لدى المستفيدين، وتوعيتهم بهذه الثوابت ومقومات الهوية الوطنية، وإرساء ثقافة المواطنة والحوار والتسامح، وتأهيل مستفيدات لتمكينهم من كفايات في مجالات متعددة واكتساب مهارات دينية ثقافية اجتماعية بيئية صحية مختلف المجالات. نعم، كما يمكنهم من قراءة النصوص وفهم الخطاب المنطوق بمختلف أنواعه. هنا تفتحت لنا الفرصة، والحمد لله دابا كنقرا والقراءة القرآن الحساب وكلهم كنوظفوهم في العمل ديالنا، فادونا يعني بالنسبة لنا الحساب كنخدموا به في العمل ديالنا، القراية كذلك. المهم استفدنا الحمد لله، ما بقيناش بحال اللي كنا، اللهم لك الحمد. لا استفدنا، ما كناش نعرفوا نقراو ولا نكتبوا ولا نعرف القرآن ولا نعرف حتى شي حاجة. دابا الحمد لله تعلمنا، كنشدوا المصحف ديالنا كنقراو، كنشكر محمد الملك محمد السادس نصره الله اللي فتح لنا الفرصة بهذا هذا ديال محاربة الأمية، الحمد لله والشكر لله. ولينا الحمد لله عرفنا اللي ما عرفناش، خرجنا من الظلمات إلى النور. برنامج محو الأمية بالمساجد الذي أعطيت انطلاقته سنة 2000 يأتي في إطار العناية والرعاية السامية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للقضاء على آفة الأمية بربوع المملكة وإحياء دور المساجد وبعث رسالتها في تأطير المواطنين والمواطنات للنهوض بمجال التربية والتكوين لبلوغ التنمية الشاملة. يوم حاسم في تونس، ساعات ويتم التعرف على الرئيس الجديد للبلاد أستاذ القانون قيس سعيد أو رجل الإعلام نبيل القروي. الناخبون شرعوا منذ صباح اليوم في الإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من الرئاسيات بعد حملة انتخابية اشتدت فيها المنافسة بين المرشحين في اليومين الأخيرين. فرح سعف. إثر حملة انتخابية اشتدت فيها المنافسة طيلة اليومين الماضيين، تجري اليوم جولة الحسم لاختيار ساكن قصر قرطاج الجديد خلفا للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي الذي عجلت وفاته بتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة. ويحسم اليوم أكثر من 7 ملايين ناخب وناخبة في اسم الرئيس التونسي الجديد ضمن مرشحين اثنين، الليبرالي نبيل القروي وأستاذ القانون الدستوري قيس سعيد الذي لا يتبنى أي توجه سياسي. وشهد الدور الأول من الانتخابات الرئاسية التي تنافس فيها 26 مرشحا مفاجأة مدوية بسبب التصويت العقابي الذي مارسه الناخبون ضد ممثلين عن الطبقة السياسية الحاكمة، وتمكن سعيد من نيل 18.4% من الأصوات، بينما حل القروي ثانيا ب 15.5% وانتقل بذلك إلى الدور الثاني الذي تجري أطواره اليوم. وعلل مراقبون هزيمة المرشحين التقليديين في هذه الانتخابات برد فعل التونسيين تجاه من دبروا مرحلة ما بعد الثورة، الذين لم يتمكنوا من إيجاد حلول للوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم والذي أفرز احتقانا تزايدت وتيرته في السنوات الأخيرة.
على ساحة سوريا، واصلت القوات التركية حملتها العسكرية ضد الأكراد شمال شرق سوريا، وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم عن مقتل 14 مدنيا على الأقل في قصف مدفعي وإطلاق نار شنتهم القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها في اليوم الخامس من الهجوم. على صعيد آخر، أعلنت الأمم المتحدة أن هجوم تركيا الدامي أجبر نحو 130 ألف شخص على الفرار من منازلهم، مشيرة إلى أن هذا العدد قد يرتفع إلى 400 ألف نازح. في اليابان، لقي 11 شخصا مصرعهم واعتبر 12 آخرون في عداد المفقودين جراء إعصار هاجيبس الذي ضرب البلاد ورافقته أمطار غزيرة غير مسبوقة. ولقي بعض الضحايا حتفهم بسبب انزلاقات التربة فيما جرفت المياه البعض الآخر وهم في سياراتهم بسبب فيضان مياه الأنهار بعد الهطول المستمر للأمطار. رياضيا، وللمرة الخامسة تشهد مدينة الدار البيضاء الجولة الاستعراضية للدراجات النارية من الحجم الكبير التي تحتضنها أيضا العديد من العواصم العالمية. أزيد من 400 دراجة نارية جابت أهم شوارع العاصمة الاقتصادية للتعريف بهذه الهواية التي باتت تعرف انتشارا بين الرجال والنساء. ريبورتاج حسن زكي ومصطفى ودة. جولة الدراجات النارية من الحجم الكبير تعود هذه السنة لتجوب شوارع مدينة الدار البيضاء للمرة الخامسة، وهي تظاهرة احتضنتها أكبر المدن العالمية كسنغافورة، باريس وفيينا. وتعد هذه الجولة الاستعراضية لمدينة الدار البيضاء من أكبر التظاهرات المنظمة على الصعيد الإفريقي. اليوم تنظموا لا 5e ميديسيون ديال لا غروند باراد ديال لارلي دي كازابلانكا، دونك سي ان ايفينمون اللي سيدار على الشيل انترناسيونال. اون ان بار غولون ديال اكثر من 1000 ماشين، دونك اليوم كاين واحد 400 موتور اللي مجموعه هنا، في 20% ديال النساء. قدمنا دي كوستوميزاسيون دين دو ليشيل انترناسيونال بارمي لي توب 10 ديال لي كوستوميزاسيون مونديو. هذا الحدث الرياضي استقطب عددا كبيرا من هواة هذه الدراجات المتميزة على الصعيد الوطني، حيث فاق 400 دراجة، من بينهم نسبة فاقت 20% من النساء. علاش كنجيو اوبليغاتوارمون لهاد لاباراد؟ لان دابور سي لوكازيون باش نتلاقاو مع الحباب، لان واخا اونغول تري سوفون انصامبل ولكن كل واحد مفتون مع الوقت، دونك هادي فرصه باش كنتلاقاو مع الحباب. و سي اون بيل اوكازيون دو فير كونيتر كو لا باسيون دو موتو توش اوسي او فام، باسكو كاينين العيالات تبارك الله وصلنا عند بلي كيسوقوا الموتور يونا ايسي يونا با مال. الجولة الاستعراضية وبعبورها وسط أهم شوارع العاصمة الاقتصادية أتاحت الفرصة للبيضاويين للتعرف عن قرب عن جمالية هذا النوع من الدراجات، وكذا عن شغف راكبها بهذه الهواية التي باتت تعرف انتشارا واسعا بالمغرب بين صفوف الرجال كما النساء. ومعنا مباشرة من الدار البيضاء السيد خليل القديمي، رئيس جمعية داداس بايك للدراجات النارية. بداية، هذه أكبر تظاهرة من نوعها على الصعيد الإفريقي، ما مدى أهمية احتضان الدار البيضاء لهذه الجولة الاستعراضية التي تقام أيضا في عواصم عالمية؟ كيف كتعرفوا هاد الدورة هذه عرفت عدد مشاركة عدد كبير من الدراجين، واللي كتعطي واحد الصبغة كبيرة بالنسبة لرياضية الدراجات النارية، وبأن كتبين مدينة الدار البيضاء في واحد الحلة سياحية رياضية، وباش نبينوا حتى حنا الرياضة ديال الدراجات النارية اللي كتعرف الناس مشاركة كثيرة والناس بداو كيتعاطوا لها في هذه الأواخر هذه. طيب، هناك مشاركة مهمة للعنصر النسوي، كيف ترون توجه النساء لهذا النوع من الرياضات أو الهوايات؟ في الاول كان صعيب شويه النساء باش تركب، تشوفها تركب دراجه ناريه وهذه، ولكن الحمد لله الان دابا عرف العنصر النسوي مشاركه كثيره واللي كيتزاد عام على عام. كعرف كيكون اموطار كتكون معاه مرته ولا بنته، كتشوف العائله ديالها شي واحد كيدير الموتور صافي، عرفت بان ما كاينش لو ريسك بزاف، ومنها بدات كتعطاو الدراجه الناريه ولقوا فيها هوايه ديالهم.
شكرا لكم السيد خليل القديمي رئيس جمعية داداس بايك للدراجات النارية على مشاركتكم معنا في نشرة الظاهرة. قبل الختام تذكير بأبرز ما تابعنا في هذه النشرة. جلالة الملك دعا في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة إلى وضع مخطط خاص بدعم الشباب حامل المشاريع من أجل الحصول على قروض بنكية، كما دعا جلالته إلى دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة في مجال التصدير. اليوم 13 أكتوبر يصادف اليوم الوطني لمحو الأمية بالمساجد. برنامج وطني لمحاربة الأمية يهدف إلى تشجيع الطاقات المبدعة من أجل إعداد مجتمع مغربي متعلم ومنفتح. الدار البيضاء تحتضن للمرة الخامسة الجولة الاستعراضية للدراجات النارية من الحجم الكبير، تظاهرة للتعريف بهذه الهواية وتقام تزامنا مع تظاهرات مماثلة في عدة عواصم عالمية. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى الغد بإذن الله.